لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. نتعرف وإياكم عبر البوق الروحي على حامل أطفال أبينا البار المتوشح بالله القديس استيليانوس. اختاره الله من بطن أمه، فلما كبر ورأى أن كل شيء حوله وهم وخيال، وزع ما كان لديه على الفقراء واقتبل الحياة الرهبانية. عاش في دير بضع سنوات، ولما صار موافقا له غادر إلى مغارة ناسكا. كان ملاك يأتيه بطعامه، وقد استبان شفيعا للمرضى لدى الله، شافيا بصورة خاصة أمراض الأطفال والعقم. ذلك لأنه عرف أن كل من رام الخلاص وجب أن تكون نفسه كالأطفال الصغار المملوئين براءة. آمن كذلك أن الأطفال هم ملائكة صغار، وود من كل قلبه مساعدتهم وحمايتهم، فمن الله عليه سؤل قلبه. قصد الناس استيليانوس من كل حدب وصوب، طالبين كلمة منفعة والشفاء من أمراضهم الجسدية، وما زال إلى الآن يتشفع بنا لدى الرب العلي. فبصلواته نحن وأطفالنا يا الله شفاء النفوس والأجساد. آمين. Thank you.